مساء الخير والسلام عليكم. انا قررت اعمل فيديو واطلع اقول فيه، مع ان انا ما بحبش الكلام ده وما بحبش اعمل فيديوهات ولا اطلع اتكلم بالطريقه دي والاسلوب ده، بس انا قررت اعمل الفيديو ده عشان ارد على الناس اللي وقفت معايا ووقفت ضدي واللي هجمتني واللي اكدت على كلامي انه في جزء من الصح. فتعالوا نتكلم عن الموضوع من الاول. انا بشرب سجاير لف مبدئيا عشان بس ايه الناس تفهمش غلط، ودي السجاير بتاعتي. فانا كاتب كده النقط اللي عايز اتكلم فيها فورا، فبعد اذنكم اسمعوا للاخر. اولا، لو بنتكلم على موضوع الفلوس او الشهرة، انا من امبارح للنهارده اتعرض عليا برامج في كل الوطن العربي بفلوس لا تتخيلوها، ما كنتش احلم بيها ورفضت. ومؤخرا الاستاذ وائل الابراشي كان عايزني اطلع في مداخله وانا رفضتها، ويعني احتراما للموقف يعني. فلو انا بدور على شهره كنت استغليت الموضوع ده لصالحي او فلوس. تعالوا نتكلم على موضوع الشهره. انا لو بدور على ده كنت طلبت ده من 15 سنه، من بدايه مسلسل بره الدنيا مع استاذ شريف منير لحد مؤخرا لاخر مسلسل انا عملته. انا ليا مسلسلات باسمي الحمد لله ومعروف عند الناس ومش محتاج الحته دي يعني. فكنت استغليت اسم اختي او استغليت شهرتها او استغليت معارفها من زمان عشان اطلع. انا على العكس شغال لوحدي من زمان وكل الميديا تعلم هذا. تعال نتكلم عن الموضوع من الاول خالص ونشوف حكمكم ايه. انا اتكلمت على المشاكل اللي ياسمين وقفتني فيها. انا ياسمين موقفاني في مشاكل وفي وش المدفع من الصغر، من وانا عيل صغير. تخيل انا 15 سنه وبقف مع اختي في مشاكل ضد ناس كبيره في الدوله، وكنت لوحدي ومفيش حد في ظهري، ومع ذلك قلت لها انا معاكي للاخر. وجرى اللي جرى وعدى اللي عدى، والحمد لله سنين كتير عدت بمشاكل وما اظنش ان انا بعتها في ولا حاجه. الان وصلنا لمشكله طلاق ياسمين. يوم ياسمين جت في موضوع الطلاق انا وقفت معاها بكل ما املك، وده معروف ومتواجد على الصحافه كلها، وباين ان انا كان رايي ورايي معاها جدا، وان اعملي اللي انت عايزاه يا حبيبتي وفي ظهرك وطالما ده لمصلحتك انا معاكي. وابتدت حرب على السوشيال ميديا ما بين الطرفين ببوستات بتنزل. حتى انا كنت رافض ده جدا من ياسمين وقلت لها ده مش منهجك ولا اسلوبك في انك تردي الردود دي على السوشيال، وليكي طريقه انك بتردي دايما بشغلك ومش مهتمه بده. وعلى الرغم من ده انا وافقتها واخدت البوستات بتاعتها وابتديت انزلها عندي واشيرها، وبرده اتاخدت في الصحافه ونزلت على السوشيال ميديا في كل حته، وتقدروا تخشوا تشوفوا صحه كلامي. الى ان جت فقره عيد ميلاد ياسمين. الكلام ده من 3 شهور، احنا زي الفل مفيش اي حاجه. جت يوم عيد ميلادها نزل صور ما بينها وما بين شخص، صور ضايقتني وانا حسيت منها ان دي مش ياسمين. فكلمتها، ياسمين احنا من امتى بنعمل اعياد ميلاد بده بالشكل ده وبننزل على السوشيال ميديا؟ ده مش طريقتك وانا مستغرب. لقيتها بتقولي ما حدش ليه دعوه، انا حره ومش صغيره. وفعلا هي حره، وفعلا هي مش صغيره، وفعلا هي حره في حياتها، بس يعني انا كنت خايف على شكلها. المهم حاولت اتكلم معاها مره واتنين، رفضت كلامي جدا. اخوها عمل نفس الموضوع، اترفض رفضا باتا واتقال له نفس الكلام. اتعمل لي بلوكات معاها وحصل قفش كده مش لطيف، لحد ما وصلنا ليومين ثلاثة لبوستات ما بينها وما بين الأستاذ على كل السوشيال ميديا.
ان معنى البوستات ومعنى الكومنتس الموجوده ان في علاقه ما بين الاثنين وبينه، ومحدش يقدر ينكرها لان الكلام ما بين الاثنين واضح وصريح، ويعني او كنت الاكونتات بتاعتهم مش بتاعت حد غريب. فابتديت هنا عايز افهم ايه اللي بيحصل ومن حقي، وانا بتكلم في الاصول يا جماعه، ولا انتوا يعني انتوا شايفين ايه؟ يعني بتكلم في الاصول ولا ده غلط ولا ده ايه؟ فنزلت بوست اتهاجمت فيه، والناس ابتدت تقول ان لا مش صح، وان انا ما ينفعش اتكلم في ده، و يعني تعديت خصوصيه. ايه اللي تعديتها يا جماعه؟ ده هم الناس منزله بوستاتهم في كل حته على السوشيال ميديا. طب انا لما اسال يبقى انا غلطان ان انا بسال في ده؟ طب ما هي ما بتردش ومش موجوده والناس عايز تفهم، وابتدى يجي لي اشاعات في كل حته وفي الشغل، وطول ما انا ماشي عايزين يعرفوا، الى ان طلعت اشاعه ان هم متجوزين في السر. فبقيت عايز افهم اللي بيحصل. في معلومه مهمه جدا، ان ياسمين بعد طلاقها جت بفتره قالت لي انا لو اتجوزت حد هيزعل منكم. قلت لها ياسمين يا حبيبتي اتجوزي وانا هبقى مبسوط وسعيد بيكي واكتر واحد فرحان لك، بس من فضلك اختاري صح. قسما بالله هو ده اللي حصل. تمام. نيجي لحتة بعد البوست ما نزل، كل كان طلبي ان انا محتاج رد من الاستاذ ان لو العلاقة دي حقيقية من فضلك تعالى خبط باب البيت لرجالتها، في اخوها الكبير، حتى لو مش عايز تقعد معانا اقعد مع اخوها الكبير او باباها، واتكلم في اللي انت عايزه واتكلم في الصح. الاستاذ بدل ما ياخد كلامي ويبين حسن النية اخد الكلام وابتدى يطلع على السوشيال ميديا بتشويه سمعتي ان انا باخد فلوس من ياسمين، وان انا هي بتصرف وهي بتعمل. قسما بالله العلي العظيم، ياسمين عبد العزيز عمرها ما ادتني فلوس في جيبي من بداية مشوار حياتها، وهي تعلم ده وممكن تسألوها. مؤخرا بس ابني اكتشفت ان هي مرة او مرتين ادته فلوس بنية انه ابن اخوها، فتمام ميرسي. فشن عليا الهجوم، وابتدى صفحات تكتب وتقول وتعيد ان انا بسوق في السمعة وان انا بقول. فانا كل اللي كنت عايز اعرفه العلاقة دي رايحة لفين. انا اقول لكم على حاجة، والله العظيم انا عايش في بيت ايجار وراكب عربية تويوتا على قدي من فلوسي، وكانت قسط، وتعبان فيها جدا لحد ما جبتها، وراضي جدا الحمد لله بده ومش ممانع. الى ان مؤخرا انا بقالي مثلا حوالي شهرين شغال بروكر جنب الشغلانة بتاعتنا في ريال استيت، والحمد لله ربنا ميسرها الى حد ما. فابتديت عايز اغير عربيتي الفترة اللي جاية، وهو ده اللي انا فيه مؤخرا. ونهاية الكلام عشان اطولت ومالوش لازمة، واعتبروا ان ده اول واخر فيديو في الموضوع ده ومش عايز اتكلم فيه تاني. رسالة مني ياسمين ليكي حبيبتي، انتي ربنا يوفقك وينجحك في حياتك. انا قسما بالله ما كنت انا يعني، يمكن انا اتكلمت بشكل يضايق مثلا، انا اسف، بس انا كل اللي كنت عايزه اعرف طبيعة العلاقة دي ايه، لان الكلام الكتير كان مضايقني جدا، بس انا كنت شايف